شو البحر ما في سمك اليوم؟ تعال تعال تعلم مني يا ابني. يلا ليكني جاي. هاي تعوا شوفوا تعلموا كيف بيكون الصيد وشوفوا لي هالسمكات. انا معلم وما حدا قدي. حاجتك بقى، لو رميتهم للقطط ما رح تاكلهم. لا تسوي لي حالك شغله. لك اخي انا عملت العشاء الليلي، الدور والباقي عليك انت. انت غيران مني ولا ما كنت حكيت هيك؟ على شو بالله، لهلا ما صدت شيء. لك وينك انت صخري من الصبح وانا عم دور عليك؟ ليش؟ والله شكلك مانك دريان باللي صار، ما هيك؟ انا ما بدي ادرى باي شيء. رشاد رشدان ما عاد له وجود، افهم بقى. بدي يصير واحد مثل هدول الصيادين. صخري انت منيح؟ بدي افكر باللي راح يعلق بسنارتي وما لي علاقة بشيء. يا فتاح يا عليم، ما عاد بدي افكر بشي تاني ابدا. الله يخليك صهري، مو وقت احباطك هلا، قوم معي خلينا نمشي. مو من زمان، بجوز من شي سنه ونص تقريبا، يعني ما كنت امبراطور بمعنى الكلمه، بس كان عندي شركه كبيره ولي وضعي ولي مكاني خاصه، وبعالم الأعمال كانت إلي مكاني مرموقة، وكنت مرتاح منير. إيه مرتاح؟ أنا بجوز ما كنت محبوب من بعض الناس، بس كنت بحترم نفسي كتير. وهلأ ليكني خسرت كل هاد. ويمكن بدي أخسر حالي شوي كمان، لهيك بدي أنسى مين أنا. أنت عم تحكي بهالطريقة لأنك مرهق. انت ما نقدر يعني بشي، فهم علي. الشرطة عم بتحقق مع مصطفى مشان الحادثة اللي صارت مع كريم. حد هون 60 جهنم ان شاء الله. بدي ارتاح بقى. صهري يا زلمة، فهم علي، عم قلك الشرطة عم تحقق مع مصطفى. ما دخلني شبك انت مشايف. انا ما دخلني. شلون يعني ما دخلك؟ فهمني بالله كيف ما دخلك؟ لك إذا اعترف مصطفى كلياتنا رح نروح فيها وينخرب بيتنا وقتها، أنا وأنت والأولاد كلياتنا من الحبس. لا تخاف، ما رح يصير شي منير. أنت بتحل أكيد. صهري حدكن 60 جهنم إن شاء الله. أوبا، أنا شو عملت ليك؟ نخسرت قدامك. لا تخاف، هذا قسم الشحن الدولي. ليك هلأ أنا رح فجر لك قسم النقل كمان، شفت؟ إيه، وأنا كمان رح فجر موقف الشحنات. فجر لشوف، حلال عليك لا توقف. أها، راحت كل الشحنات. وهلأ دوري أنا بالتفجير، شوف شو رح أعمل. لك أنا حاسس إنه رجعنا أولاد صغار. آها، خسر الإمبراطور وبيت رشاد رشدان أفلسوا على الآخر. اسمعني هلأ، خلصنا من مصطفى قلتك؟ وشو إذا اعترف بكل شيء؟ والله ما عاد عرفت شيء، خليه بالأول يحلحل كل مشاكله. ليك أشرفت الملكة والأميرة، معلمين الجدد إذا شافونا عم نلعب بيطردونا والله. شوفي كيف عم يبتسموا بغباء، معناتها اعصابهم تلفت ونحن هلا ماشيين صح. وانا اعصابي بلشت تتلف كمان. واثقين من حالهم كثير، ها تقول هالشركه شركه اللي خلفوهم. رح روح ساوي التعديلات على العقد وبرجع لهم.
لوين ولا؟ سليم لوين رايحة؟ رجعي تبعي هدول، علمت لك على التعديلات بالأحمر. حاضر خانم، بس خليني شوفها قبل ما توزعي على الكل هون لو سمحتي. تكرم عينك. رشاد رشدان ما أجا اليوم؟ لا ما شفته هون. زهرة بدي فنجان قهوة بس بسرعة. شوفي مسحت كل الصور تبع امبارح وما رح يقدر ينشرها. وناطر اشكرك ولا شو؟ عم بقلك لطمنك. صاير عم تفكر فيني بآخر فترة. من يوم ما تعرفت عليكي وما فرقتي بالي ولا لحظة. ايه بالمناسبة مساكو لمصطفى امبارح وهلأ هو بتحي. هو اللي عاملك؟ يعني طلع هو اللي قوصه؟ هلأ هو المتهم الوحيد. مرام بعدي عنه لمصطفى، ما نو مثل ما انك فكرتي. انا دائما بنغش بالناس. انت ماشي بطريق غلط. هلا ماني فاضي لك. ماما شو جابك؟ خالو كان رح يوقع عنك بالوكالة. قلت لأجي بنفسي. طيب بابا وينه؟ عم يصيد سمك. سمك وين البقية؟ قاعة الاجتماعات. شوفي عثمان، بتمنى انه تحكي لي الحقيقة يا ابني. عن جد انتو ما لكم علاقة باللي صار لكريم؟ صارحني. ماما قلت لك من قبل ما لنا علاقة باللي صار معه. ولا حرضتوا مصطفى ضده ما هيك؟ ماما على التليفون كمان حكيتي نفس الحكي وحطيتيني بموقف محرج قدام الكل. بس قلبي ما نو اطمن. اطمني ماما اطمني. انا قلت لك ليش ما لك مصدقة؟ شو بنا يعني بدك احلف لك لتصدقي؟ وبيسان كمان ما انا مصدقة اساسا. بيسان هي اختي. انا رح روح ناديله احسن ما تضلي قاعده هون عم تستنيهن. بيسان خانو ما كان في داعي تجي، في مين يوقع عنك؟ اذا قائد السفينه ترك فلازم يجي واحد بداله. مرحبا. اهلا وسهلا. بعتقد ما كان مفروض نترك الزلم يتصرفوا على راحتهم. وهلأ على شو بدي وقع؟ رايح أجيب لك كل الأوراق. ما في داعي تجوا معي، رجعوا لشغلكم. خليني وصلك ماما. لا ما في داعي، أنا رح وصلهم. مرحبا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أنت كمان عم تشتغلي هون مع أمي؟ إيه رح نكمل من مطرح ما وقف أبي هون. رغم كل شي عم يصير صدقيني انبسطت كتير بشوفتك اليوم مرام. عن إذنكم. جوزك عامل لي حاله عم يمر بأزمة نفسية، فقعدتك محله أكيد رح تلطف الجو بيناتنا.